أول ما عرفت أنه يخشى أن يكون هناك انفجار في موكب رفيق الحريري، ساعتها أنا اللي بدرت واتصلت بقناة العربية وقلت لهم أنا عندي كلام عايز أقوله في هذا الموضوع. اختيار رفيق الحريري بالنسبة لي من ناحية الفهم هو نهاية مشروع لبنان السيد المستقل الموحد وبداية مشروع تحويل لبنان إلى دولة ولاية الفقيه.